أخدك ونروح على مسلسل رسالة الإمام، واحد من أهم المسلسلات في رمضان. قول لي ليه؟ أقول لك، إحنا بنتكلم على سيدنا الإمام الشافعي، والإمام الشافعي الحقيقة هو مثل حقيقي في مسألة المتغيرات الاجتماعية، أو إزاي الفتوى والرؤى الفقهية قد تختلف باختلاف المجتمعات. فأنت هتشوف الإمام الشافعي مثلا كيف كان يتحدث عندما كان في العراق وكيف كانت آراؤه، طيب ولما جالنا مصر كيف تحدث وكيف كانت آراؤه. وده من أهم الحاجات اللي في فقه الإمام الشافعي، وأظن ده هتلاقيه واضح جدا في رسالة الإمام عن مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. عايزكوا تشوفوا معايا البرومو وبعدين نرجع نكمل الكلام. آن أوان اللقاء يا مصر. أهلا بضيفنا الغالي، حللت أهلا ونزلت سهلا. ستفيد حلقاتنا من علومك أيها الفقيه. سمعت أنك تنوي جمع تراث الليث بن سعد رحمه الله، أنا في هذا خادمك ومعينك إن شاء الله يا إمام. كيف تصمد هذه المخطوطات قدام الزمن؟ الكثير من أوراق البردي صمدت منذ المصريين القدماء وحتى اليوم. إن الإمام الليث حدثنا بجواز الانتفاع بالجلود بعد أن تدبق فتتطهر. لابد وأنه يمر على الأحواف في الطريق إلى تنيس. لكنه سيف أمير المؤمنين. اتق الله في الناس يغفر لك الذي لا يعبد سواه. إن صيدك الثمين قد وقع. علينا أن ندون العلم بحرص حتى إذا توقفت القلوب بقيت السطور. أنا بحترمها وعارف قدرها كويس. عاوزة تتجوزي مين؟ عمري ما ياكل لقمته بمجهوده وتعبه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بأبي أنت وأمي أبا عبد الله. أريد أن أرى أبي وقتا أكثر. لا أحب أن ألام في طلب العلم. سألني بصر أبي. أنصحك أيها الفقيه بأن تعيد قراءة الموطأ. تعمدني بنصحك في الفراق وجنبني النصيحة في الجماعة. جئت إلى مصر واستقبلني أهلها بكرم فياض. اللهم احفظ مصر وأهلها واجعل أمة الإسلام في رباط إلى يوم الدين. رسالة الإمام يوميا 12 منتصف الليل في رمضان. واضح إن المسلسل ده مليان 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 يعني. طب احنا معانا على التليفون الفنان والنجم الرائع قوي جدا خالص، وان لم يسبق لنا لا الحديث ولا اللقاء الا اني دائما في العلن قبل السر اعلن اعجابي المستمر بيه، نضال الشافعي. ازيك يا نضال؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا اهلا اهلا. شرف كبير كبير. لا انا اللي اتشرف، ما تقولش كده اطلاقا. والله ان احنا نتقابل وان شاء الله نتقابل على خير ونوجه باذن الله. شرف كبير ان اكون مع باذن الله. ده انا اللي اتشرف. وعظيم زي حضرتك. لا خالص خالص، ما تدينيش اكبر اكبر مما استحق. ربنا يخليك ربنا يخليك. اشكرك كل سنه وانت طيب الاول على رمضان، واتمنى يعني ان شاء الله ان رمضان الخير يجي علينا جميعا بالخير كلنا باذن الله، مصر كلها والامه العربيه كلها بإذن. امين يا رب، يجعله رمضان كريم علينا جميعا. نضال، انت بتجسد شخصيه مين؟ لانه يبدو انها شخصيه شديده الباس. مين الشخصيه؟ انا يا دوب بلقط كده من البرومو فخفت بصراحه. الله يخليك. والله يعني انا بقوم باحد القاده في هذا الزمن، زمن الامام الشافعي لما جه الى مصر وهو عبد العزيز الجروي. والجروي هو كان ساعتها هو رئيس الشرطه ورئيس العسس ورئيس دار الفك. وهو كان يعني في فترة الإمام الشافعي اللي جه فيها مصر كان في كم من الصراعات لضعف الدولة العباسية طبعا، وعدم قدرتها على السيطرة على الأمصار بتاعتها. يعني كان في ملاحم ما بين العباسيين والأمويين. حواديت يعني بالضبط
بالضبط. فكان في صراع كبير جدا جدا تاريخي في الفترة دي. الجروي يعني كان من أحد أقطاب الصراع ده يعني. طيب قل لي بقى، المسلسل على ما يبدو جزء منه كبير جدا هو مش بس متعلق بأنه هو رسالة الإمام الشافعي، لكن هو كمان واضح أن المسلسل يمتلئ بالسياسة اللي كانت حاصلة وقتها، مش بس فقه الإمام الشافعي ولا بس أراءه، يعني المسلسل تاريخ وسياسة. بص أقول لحضرتك حاجة، أنا اللي أقدر أقوله أنه مسلسل الإمام الشافعي هو عود أحمد للدراما التاريخية التي تتناسب وتليق مع المقامات الآتية: مقام الإمام الشافعي هذه القامة الكبيرة الدينية، ومقام مصر الفني العظيم والتاريخي الكبير، وفي نفس الوقت هي فكرة أن مصر كان بقالها سنين كبيرة جدا ما قدمتش عمل تاريخي كبير. فالإمام الشافعي قبل أن يكون نحن بنقدم عمل ديني، فإحنا بنقدم عمل تاريخي يؤرخ لهذه الفترة على مستويات كتيرة جدا، على المستوى العربي، على المستوى المصري الداخلي، على مستوى العلاقات اللي موجودة، على مستوى شكل الدين وشكل التحديث للرؤى الدينية اللي كانت موجودة في الفترة دي. صح. وإزاي قدر الإمام الشافعي أنه يخلق فكر متزن ويقدر يقدم وجهة نظر حقيقية وصحيحة للدين الإسلامي في فترة كانت شائكة جدا جدا على المستوى الاقتصادي والسياسي وعلى مستويات كثيرة جدا. والله على ما يبدو كمان أنه واضح أنه في مصر كانت آنذاك أرض النضال يا سيد نضال. الله يكلمك. ودي واضحة واضح في المسلسل يعني. على كل، أنا أتمنى لك كل التوفيق دايما، وحقيقي أتمنى إن أنتوا خلصتوا حلقات ولا لسه؟ إحنا بنصور حاليا يعني بنصور. إحنا دلوقتي في قمة الشغل في خلية النحل اللي قايمة، واسمح لي إن أنا من خلال حضرتك أوجه كامل الشكر والتقدير لمن أشار لنا بخطوة البداية إن إحنا نعمل هذا العمل. صح. العظيم وهي رسالة الإمام، سواء من يعني العين الساهرة علينا وعلى مصر وعلى الفن من أكبر حد وهو سيادة الرئيس، واهتمامه بهذا العمل واهتمامه بأنه يقدم أعمال فنية حقيقية تمثل قوة مصر الناعمة القوية جدا. فكل الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكر لشركة الإنتاج المتحدة، الشركة المتحدة وشركة هاب ميديا، بصراحة قدموا كل القدرات الحقيقية المصرية القوية لتقديم عمل قوي زي ما قلت قبل كده يتناسب مع قيمة مصر الحقيقية والفنية والقوى الناعمة الأصيلة المصرية يعني. صحيح. فهو شكر واجب ان انا اقدمه من خلال حضرتك طبعا، وبشكر وبقدم يعني بقول انه خالد النبوي بصراحة هو النجم، نجم يستحق بجد انه يحمل هذه الرساله ويقدمها. شكر طبعا للاستاذ ليس حج ومحمد هشام عبية المؤلف، واستاذ ليس حج المخرج بصراحه يعني ايمن صقر المخرج المنفذ بصراحه عامل ملحمه برضو، اسمح لي يعني من خلال حضرتك اقدم له كل التهاني وكل العاملين في العمل بصراحه مقدمين بصراحه في منظومه وخليه نحل مهتمة بكل تفاصيل هذا العمل من اكسسوار، طريقة شكل، طريقة تاريخية، مصحح تاريخي، مصحح على مستوى الشكل، الناس اللي بتمشي في الحواري المصرية من 200 سنة هجرية كان شكلها عامل ازاي، الحروب شكلها ادق التفاصيل. والله يا استاذ يوسف يعني في حالة اهتمام شديد بيها جدا، كم من المخططات والخرائط الكبيرة جدا لأدق التفاصيل عشان نعرف نقدمها للناس، بحيث ان احنا نقدم هذه الرسالة وهي رسالة الإمام، رسالة مصرية فنية تاريخية خالصة
نتمنى انها تكون عند حسن ظن الناس باذن الله. مما لا شك فيه، كل التوفيق ليكم جميعا، وانا اضم صوتي لصوتك في هذا الشكر. اشكرك جدا 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 يا نضال، كل الشكر لفنانة نجمنا الرائع الحقيقه نضال الشافعي. على ما يبدو، لا هو واضح بصراحه، مش على ما يبدو، انه ده مسلسل باذن الله يليق باسم مصر. وخلوني مره احكي لكم على، مش بقى نضال الشافعي، على النضال بتاع الإمام الشافعي في القضاء ولأجل إعلاء كلمة الحق.